السلام عليكم، أهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهاتي. تطرقنا في الفيديو السابق إلى مثال بسيط حول الحركة الاهتزازية الانسحابية، وفي هذا الفيديو سنتطرق إلى مثال بسيط حول الحركة الاهتزازية الدورانية. في المثال السابق تطرقنا إلى نظام كتلة زائد نابض، أو ما يعرف ب سيستم ماس ايروسول او النواس المرن. في هذا المثال سنتطرق الى لوبونجيل سامبل او النواس البسيط. لمن لا يعرف، النواس البسيط هو عبارة عن كتلة نقطية مربوطة بخيط عديم الامتطاط تتحرك على جانبي موضع توازنها ذهابا وايابا. هنا أول خطوة لتعيين المعادلة التفاضلية للحركة، كما قلنا في الفيديوهات السابقة، أول خطوة تقودنا إلى المعادلة التفاضلية وهي أهم خطوة هي درجة حرية النظام لو نومبر دو دوغري دو ليبرتي. هنا لتعيين درجة حرية النظام نقوم بكتابة القانون الذي هو N يساوي N ناقص L، حيث n صغيرة هي لو نومبر دو دوغري دو ليبرتي، n كبيرة هي لو نومبر دو كوردوني جينيراليزي، ال L هي لو رولاسيون بوغ لي كوردوني جينيراليزي. معناه انك اذا قمت بطرح عدد متغيرات النظام من عدد العلاقات بين متغيرات النظام ستتحصل على درجة حرية النظام. معناها لو نومبر le degré de liberté est égal le nombre de coordonnées généralisées moins le relation pour les coordonnées généralisées. n تساوي واحد، l تساوي صفر، إذا n صغيرة تساوي واحد ناقص صفر ويساوي واحد دي دي ال. الإنرجي سينيتيك تي، الانرجي سينيتيك تي، بما ان الجسم يدور فان الطاقة الحركية هي تي يساوي تي ام صغيرة، و ام تقوم بعملية روتاسيون، اذا تي تأخذ الروتاسيون، اذا تي يساوي واحد على اتنين جي على دلتا في تيتا بوان او كاري، حيث جي على دلتا هذا كما قلنا في الفيديو السابق هو لو مومون دينيرسي، معناها عزم عطالة، وكل جسم يملك عزم عطالة خاص به. جي على دلتا هنا هو للكتلة النقطية ماس بونكتيال ويساوي ام دي او كاري ويساوي ام دي مربع، اذا جي على دلتا هو ام ال او كاري، معناه ان دي يساوي ال ودي مربع يساوي ال مربع. ما هي دي؟ دي هي البعد بين مركز الجسم ومركز الدوران، البعد بين مركز الجسم ومركز الدوران، البعد بين مركز الجسم الذي هو هذا ومركز الدوران هو هذا، هو L، هي طول الخيط L. هنا تي يساوي واحد على اتنين ام ال او كاري تيتا بوان او كاري. بالتعويض قمنا بالحصول على الطاقة الحركية للنواس التي هي واحد على اتنين ام ال او كاري تيتا بوان او كاري. الانرجي بوتنسيال U، الطاقة الكامنة الكلية تساوي الطاقة الكامنة الثقالية UP زائد الطاقة الكامنة المرونية EE. إذن بما أنه لا يوجد لدينا نابض في الشكل الذي ندرسه، فإن الطاقة الكامنة المرونية تساوي الصفر مباشرة، إذن تصبح لدينا الطاقة الكامنة الكلية تساوي الطاقة الكامنة الثقالية وتساوي mg h، حيث h h هذا h h هو طول الخيط في وضع التوازن ناقص طول الخيط في وضع الاهتزاز. طول الخيط في وضع الاهتزاز هنا هو هنا نقوم بعملية طرح هذا الطول الذي هو L، الذي هو L ناقص هذا الطول، ناقص هذا الطول، يعني L ناقص L cos
تيتا ال ناقص ال كوس تيتا، حيث اننا هنا نتحصل على اش يساوي ال في واحد ناقص كوس تيتا، U يساوي U بي ويساوي ام جي ال في واحد ناقص كوس تيتا. إذن الخطوة الرابعة للحصول على المعادلة التفاضلية هي لاغرانجيا دو سيستيم. لاغرانجيا دو سيستيم هي ال يساوي تي ناقص اي، معناها لاغرانجيا ايتيغال لينرجي سينيتيك موان لينرجي بوتنسيال. ال تساوي 1 على 2 ام ال او كاري في تيتا بوان او كاري ناقص ام جي ال في 1 ناقص كوس تيتا. ال تساوي 1 على 2 ام ال او كاري في تيتا بوان او كاري ناقص ام جي ال زائد ام جي ال كوس تيتا، قمنا بتجزيء ناقص ام جي ال قمنا بتجزيئها. 5 ليكواسيون ديفيرونسيال دو موفمون، المعادله التفاضليه للحركه. لدينا هنا لو سيستيم ليبر نو امورتي نو فورسي، دونك ليكواسيون لاغرانج هي دي على دي تي في ديرون ال على ديرون تيتا بوان ناقص ديرون ال على ديرون تيتا ويساوي صفر. المعادلة التفاضلية التي ستنتج لدينا هي معادلة تفاضلية من الدرجة الثانية صفرية، يعني طرفها الثاني يساوي صفر وحلها جيبي في الزمن. هنا ديرون ال على ديرون دي على دي تي في ديرون ال على ديرون تيتا بوان يساوي ام ال او كاري في تيتا دو بوان. كيف نتجت معنا ام ال او كاري في تيتا دو بوان؟ هنا قمنا بالاشتقاق لاغرانجيا بالنسبة لتيتا بوان، نقوم بانزال الاس الاثنان تختزل مع الاثنان ثم نضيف نقطة فوق المتغير فقط. ينتج لدينا دي على دي تي ديرون ال على ديرون تيتا بوان يساوي ام ال او كاري في تيتا دو بوان، حيث ان هذا الطرف ثابت بالنسبه لتيتا بوان وهذا ثابت بالنسبه لتيتا بوان، بينما الاشتقاق بالنسبه لتيتا اي بالنسبه للزاويه تيتا ينتج لدينا ناقص ام جي ال في سينوس تيتا. لماذا لا تجي لدينا ناقص ام جي ال في سينوس تيتا؟ قمنا بالاشتقاق لاغرانجيا بالنسبه لتيتا فنتج معنا ناقص ام جي ال سينيس تيتا. هنا اشتقاق بالنسبة لتيتا 1 على 2 ام ال او كاري في تيتا او كاري صفر، يعني اشتقاقها بالنسبة لتيتا صفر. ناقص ام جي ال اشتقاقها بالنسبة لتيتا هو صفر. اذا هنا ام جي ال كوس تيتا اشتقاقها بالنسبة لتيتا، نشتق الكوس في ام جي ال، مشتق الكوس هو ناقص سينيس، إذا ناقص ام جي ال في سينيس تيتا. فينتج معنا هنا ديرون ال على ديرون تيتا يساوي ناقص ام جي ال سينيس تيتا. في السياعات الصغيرة أو في الزوايا الصغيرة هذا النواس يقوم باهتزاز وفق سياعات صغيرة أقل بكثير من الواحد، أقل بكثير من الواحد. إذن ستكون الزاوية هنا سينيس الزاوية يساوي الزاوية في حد ذاتها، سينيس الزاوية يساوي الزاوية في حد ذاتها. إذن هنا ستكون لدينا ديرون ال على ديرون تيتا يساوي ناقص ام جي ال في تيتا. نقوم بكتابة المعادلة التفاضلية هنا مع عدم نسيان الإشارة السالبة للقانون الذي هو في معادلة لاغرانج. إذن هنا دي على دي تي في ديرون ال على ديرون تيتا بوان هنا هي كالتالي ام ال او كاري في تيتا دو بوان ناقص هذه الإشارة السالبة هي خاصة بالقانون التي هي هذه هي نفسها هذه التي قبل القوس. ثم نفتح القوس نكتب ناقص ام جي ال تيتا، نغلق القوس تساوي صفر. إذن تنتج معنا المعادلة التفاضلية التالية ام ال او كاري في تيتا دو بوان زائد ام جي ال في تيتا يساوي صفر. إذن هنا تيتا دو بوان
زائد جي على ال في تيتا يساوي الصفر، وهي المعادلة التفاضلية للحركة لهذا النظام، ليكواسيون ديفيرونسيال دو سيستيم. إذن الشكل العام للمعادلة التفاضلية هو تيتا دو بوان زائد أوميغا صفر أو كاري في تيتا يساوي الصفر، هنا نسيج تساوي الصفر، هنا تساوي الصفر، تيتا دو بوان زائد أوميغا زيرو أو كاري في تيتا يساوي الصفر. بالمطابقة مع المعادلة التفاضلية السابقة نجد بأن أوميغا صفر أو كاري أو النبض الذاتي يساوي نبض الذاتي مربع يساوي جي على ال. إذن أوميغا صفر أو النبض الذاتي يساوي جذر جي على ال. إذن هنا تي صفر ألا وهو الدور الذاتي لو بيريود بروبر، وهنا لو بيلزاسيون بروبر، النبض الذاتي هو لو بيلزاسيون بروبر. أما تي صفر هو الدور الذاتي وهو لو بيريود بروبر، وهو 2 بي على أوميغا صفر. إذن تي صفر يساوي 2 بي في جذر ال على جي. هنا اف صفر وهو فريكونس بروبر، هنا التواتر الذاتي أو التردد الذاتي. اف صفر يساوي 1 على تي صفر، إذن اف صفر هنا وليس تي صفر، هنا هناك خطأ فقط، هنا اف صفر يساوي 1 على 2 بي في جذر ال على جي. هذه هي كل توابج النظام. اذا قال لك ارسم منحنى الاهتزاز، ترسم منحنى دوري، منحنى دوري ذو دالة جيبية سعة اهتزازه لا تتناقص مع مرور الزمن، يعني كل الاهتزازات تكون متساوية القمة، والبعد البعد بين قمة وقمة هو الدور الذاتي، هو الدور الذاتي. أما القمة، القمة هي الاهتزاز الأعظمية، يعني النقطة ذروة القمة هي الاهتزاز الأعظمية تيتا صفر في حالة الدوران. أما في حالة الانسحاب، حالة الانسحاب هي إكس صفر، هي إكس صفر، يعني اهتزاز أعظمية. الحل العام للمعادلة التفاضلية أو la solution générale de l'équation ديفيرونسيال هي في حالة الانسحاب هي اكس دو تي ايتيغال ا في كوس اوميغا زيرو في تي بلس في، اكس دو تي ايتيغال ا في كوس اوميغا زيرو في تي بلس في. اما في حالة الدوران او روتاسيون هي تيتا دو تي إتيغال أ في كوس أوميغا زيرو في تي بليس في، حيث أن هذا هو الحل العام. وعندما تضع أنت الحل العام ستقوم بتعويض النبض الذاتي حسب المثال الذي تملكه، أو ستقوم بتعويض في التي هي لو ديفازاج حسب التمرين الذي تملكه وحسب الشروط الابتدائية التي تملكها في التمرين. كان هذا هو المثال الخاص بالحركة الاهتزازية الدورانية، مثال بسيط وهو النواس البسيط أو ما يعرف بالبونجيل سامبل. وكما قلت لكم البونجيل سامبل هو عبارة عن كتلة نقطية مربوطة بخيط عديم الامتطاط، خيط عديم الامتطاط، أكرر وأعيد، خيط عديم الامتطاط، خيط عديم الامتطاط يدور على جانبي أو يهتز على جانبي موضع توازني. كان هذا هو فيديو اليوم، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله مع أمثلة أخرى خاصة بمقياس اهتزازات وأمواج.